بالنسبه للمنطقه الشرقيه الان شبه ان الوضع استقر فيها. الوحدات الان اخر وحده بخاريه لمحطه شمال بنغازي خشت معنا وحده امس، اليوم حتخش، الوضع حيتعدل ان شاء الله خلال الاسبوع هذا، ترجع الامور الى نصابها. بالنسبه للمنطقه الغربيه ان شاء الله الامور ماشيه الاحسن. طبعا الوضع وضع صعب، تاخر اعمال زي ما تقول العمرات لبعض الوحدات، كذلك الوضع الامني، كذلك الدمار اللي اصيب، هذا كله اثر على ادائنا، لكن بعون الله نحن نستعد للفصل السنه القادمه ان شاء الله الوضع حيكون احسن. وللناس ما لازم تقدر الظرف، ان الظرف صعب جدا ودمار كبير جدا، وقدرنا نشتغل في اصعب الظروف ورب ان شاء الله يقدر. لكن بالنسبه اللي أنا صار الاطفاء يوم الجمعه المنطقه الشرقيه الحمد لله تقدر تسال الناس وتلاحظ ان الوضع ماشي الاحسن. رشحت إدارته